على مستوى الوطن العربي يا رب. ومش عاوز اقول العالم، لكن على مستوى الوطن العربي ومستوى جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله نبارك باذن للذهب الله. وان شاء الله نقترب من ال 11 باذن الله تعالى. استاذ جمال، انا عارف ان المشاهد كلها لفتت انتباهك طبعا، يعني اكيد عندك تعليق مهم جدا على المشاهد، شايفين اعضاء مجلس الاداره بالكامل وشايفين كبار الضيوف، وحاليا حتى هو على وصول عدد كبير جدا من كبار الضيوف وعدد كبير جدا كمان من الاعلاميين والكتاب الصحفيين اكيد في مقر الاهلي او فرع الاهلي في القاهره الجديده. شوف، هو طبعا اول شيء يعني يستلفت انتباهنا في هذا الحدث الكبير وهو قدامنا على الهواء مباشره، وصول الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالظبط، الراجل المحترم اللي بيقدر كل المؤسسات والهيئات اللي بتشتغل لمصلحه، يعني اتعمر. ومن هنا ده اللي انا بقوله على الدور اللي ممكن تلعبه الانديه المصريه في دعم الدولة المصرية ودعم المجتمع المصري. استاذ جمال، بس انا عايز اروح لحته مهمه جدا. اتفضل. كل انشاء الفرع ده عباره عن ملاعب واماكن وحمامات سباحه، جميل. تمام. طبعا ده وزير اسكان الشباب، وزير اسكان مهندس عاصم الجزائر، وزير الشباب والرياضه، وزير الاسكان، وزير الشباب والرياضه، وزير الاسكان. وكابتن محمد يوسف كمان، كابتن محمد. خليني اقول لك، خليني بس اقول لك يا استاذ جمال انه واخد راي حضرتك في هذا الموضوع، انه طبعا الانشاءات مهمه طبعا، ولكن مين اللي بيدير الانشاءات دي؟ يعني تاني، ايوه، كوادر. كوادر، ايوه، النادي الاهلي هنا بيقدم المنشآت دي عشان في الاخر هيديرها كوادر من ولاد النادي. ولو تتذكر